بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم في الله فضل شاكر العبد لله. اليوم نحن بتاريخ 5/3/2013. الحمد لله رب العالمين، لسه رب العالمين ما أكرمني بالشهادة، وهذا من أمنياتي الشهادة. وهذا الكلام اللي طلع على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب كلام كاذب مش صحيح. إن شاء الله يا رب الله يكرمني الشهادة، وهذا ما أتمناه أنا وكل إخواني. فحابب هيك أهدي للمجاهدين الأبطال في سوريا، الأشراف اللي بإذن الله تعالى سوف يسحقوا بشار الجحش هو وأدنابه بسوريا وبلبنان. سوف يسحقون وسوف يحاسبون، سوف يحاسبهم الله تعالى. هيدي دماء المسلمين، هيدي برقبتك يا سيء حسن، انت وامثالك، انت وبشار ونجاد الخنزير. وهلا بدي اهدي الثورة السورية انشودي هيك، ان شاء الله يا رب هيك الله يعطيهم القوة وينصرهم ويكرمهم. الانشودي بتقول: روحي فداؤك طال البعد يا وطني، كفى دراما بنفسي المعذبات، ما الاستبار فراق الشام ألهبني. أفديك أفديك هذا بعض أمنياتي، دمشق في القلب وقلبي فيها وحلب، دمي حماة ونوح الجسر أمنيتي، سورية اليوم بركان، سيول دم شام الرسول منار، نار ملحمة شام الرسول منار، نار ملحمة. يا شام ذاب فؤاد الطفل من ألم، يا شام يا شام يكفيني من لعنة، يا شام ذاب فؤاد الطفل من ألم، يا شام يا شام يكفيني من لعنة. وللأحبة في الميدان منزلة في النفس، يا طيبها يا عز منزلتي، وحمص في القلب وقلبي في هوى حلب، دمي حماة ونوح الجسر أغنيتي، سورية اليوم بركان، سيول دم شام الرسول منار، نار ملحمة شام الرسول منار، نار ملحمة. النصر قريب بإذن الله، النصر قريب جدا بإذن الله. وبدي أقول للمقاومين اللي فعلا مقاومين بحزب الله، اللي نحن بنعرف انه في مقاومين ابطال واشراف اللي عم بيقاوموا بوجه العدو الصهيوني، بتامل منهم انه يخالفوا ويوقفوا بوجهه لنصر الله اللي عم يذبح اطفالنا وعم يغتصبوا حرائرنا وعم يقصفوا مساجدنا. الله ينتقم منكم، هيدا الله حيحاسبك عليه يا حسن نصر الله. عود بينك وبين نفسك وفكر، هل انت بترضى يصير هيدا باهلك وببناتك وبنسوانك؟ يا شيعة، نحن ما في عنا مشكلة، نحن وياكم ما في عنا مشكلة، نحن ضماني
نحن ضمانة أهل السنة بلبنان ضمانة لإلكم بإذن الله بعد ما ينتصروا المجاهدين بسوريا حيجوا على لبنان وبدون ينتقموا لحرائرهم ولأطفالهم اللي تجزرت واللي تنقل بجسسهم والشيبة اللي تقطعوا والمساجد اللي تدمرت. فبقلكم هيدا من خي انه نحن ضمانة أهل السنة بلبنان لأهلنا الشيعة. أنا بقول للمقاومين بحسب الله انه يوقفوا بوش حسن نصر الله وما يسمحوا له ويجيبوا أبنائهم من سوريا اللي عم بيقاتلوا المسلمين هيدي الدماء اللي عم تهتك والأعراض اللي عم تهتك بسوريا هيدي برقبتك يا حسن نصر الله. الله لا يسامحك.